خير ومحبة وسرور. نحييكم جمال تحية في انطلاقة أشواط هذا الصباح وشوطنا السابع، تمت انطلاقته بعون من الله تعالى هو توفيقي. هذا الشوط الخاص باللقاية القعدان المحليات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشوخ عرضية هذا الميدان في تمهيدي المرموم ومكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هنا على أرضية هذا الميدان. والحمد لله على سلامة وصولك يا أبو راشد لأرضية هذا الوطن. نسير مع هذا الشوط، نتابع هنا شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد من يتابع على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي سراب أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ثعلب الهايري شاهين من يأتينا على المركز الثالث لهجنة العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الرابع هنا يأتينا الفات لسمو الشيخ الراشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، بينما الوصول من سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على خامس المراكز بقيادة طارش بن مبارك بالقبع. وعلى المركز السادس المنطلق هنا ما شاء الله عليك لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ومايد بن محمد بن حلفان المري في تضمير المركز السابع. المركز السابع ياتي مكلف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم راشد بن خميس الغويص في التضمير. وعلى المركز الثامن المنطلق هنا ايضا نهاب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وتاسع المراكز هناك القادم بهذه الانطلاقه حشيم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز العاشر عندك يا بن غويث هناك المنطلق وبهذه التحديات يأتي الواش سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن مبارك بن غويث في التضمير. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. نعود إلى العاصفة وهجنها وانطلاقة شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يندفع بصدارة هذا الشوط. هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا يأتينا بانطلاقة سراب المتسلل، ولكن من الجانب الآخر هناك المنطلق هذه اللحظات يأتينا الفات هناك لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عتيق بن سالم بالعرط الحميري في التضمير. ونهاب هنا المنطلق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرط الحميري. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع مكلف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم راشد بن خميس رغويص في التضمير. وما شاء الله عليك قادم خامسا لصاحب السمو الملكي امير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود مايد بن محمد بن حلفان في التضمير. هذه هي الخمسه الاسماء الاولى هنا بعد الكيلومتر الاخير. واعود الى شاهين وانطلاقته هنا وتحدياته هجن العاصفه مع غياث الهلالي المنطلق على الصداره على المقدمة. يبغي النقطة السابعة سوبر هاتريك يقدمه في صباح هذا اليوم. ها هو شاهين بدون أي أوامر، أداء تلقائي، عرض جميل منطلقا على الصدارة وعلى المركز الأول. الفات على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عتيق بن سالم بالعرض الحميري في التضميرة. وثلثا يأتي نهاب سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم
المختومة مع مسري بسالم بالعرضي الحميري، ولكن تهانينا من هذه اللحظات، تهانينا للعاصفة ومالكها أيضا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا التألق الذي ليس بغريب على هجن العاصفة وهذه الإمبراطورية المتميزة دائما وأبدا. ها هو شهير تشاهدون على الصدارة يضيف النقطة السابعة في انطلاقة هذا الصباح المميز، تهانينا والناموس شكرا غياث الهلالي، بينما المركز الثاني محتفل من هجن الرئاسة، المركز الثالث أتانا الفات سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد مكتوم، المركز الرابع وصل هناك أيضا شديد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم، وخامسا شاهين هجن الرئاسة. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا شاهين بالفوز وبالناموس وبالأداء المميز هنا مع هذه الإمبراطورية المتميزة. 6 دقائق هو التوقيت الزمني، 12 ثانية وفاء وتماما وكمالا، هانينا لهجن العاصفة شكرا غياث الهلالي، بينما المركز الثاني أتانا بانطلاقة هنا محتفل من انطلق بالأداء الجميل من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن بطل بن مايد الخيلي. 6 دقائق 14 ثانية جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني لمحتفل، بينما ثالث المراكز أتانا الفات على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرق الحميري. 6 دقائق 14 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني.